السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أحبة الأطفال؟ في هذا الأسبوع سوف نتعرف سويا على حرف جميل من حروف اللغة العربية واسم هذا الحرف حرف الذال وصوته ذ هيا نتعرف سويا على حرفنا الجديد وهو حرف الذال سوف اروي لكم حكايه جميله عن حرف الذال ذهب ذئاب واخته ذكرى الى حقل بجانب منزلهما الجميل في الحقل شاهدا فلاحا يحمل بيده ذره وايضا شاهدا حصانا جميلا ذيله ذهبي والآن أحبة الأطفال سوف أطرح عليكم بعض الأسئلة عن قصتنا، من يذكر أحبة الأطفال ما اسم الولد في قصتنا؟ إسمه ذئاب أحسنتم، ما اسم البنت في قصتنا؟ إسمها ذكرى أحسنتم، ماذا شاهد ذئاب وذكرى عندما ذهبوا إلى الحقل؟ شاهدوا ذره وحصان ذيله ذهبي والان احبه الاطفال سوف نحاول ان نجد سويا بعض الكلمات والصور التي يوجد في اولها حرف الذال ذره ذهب ذراع ذبابه أحسن وايضا سوف نحاول مساعده هذه الفلاحه الصغيره على جمع حبات الذره التي تحوي حرف الذال نكتب حرف الذال بهذه الطريقه خط مائل خط منحني ثم نقطة، هيا نحاول مرة ثانية. خط مائل، خط منحني، ثم نقطة. هيا نحاول مرة أخيرة. خط مائل، خط منحني، ثم نقطة. والآن أحبتي الأطفال، سوف نتعرف على بعض الكلمات التي يوجد في أولها حرف الذال. ذره ذئب وايضا ذيل وهناك بعض الكلمات التي ياتي في وسطها حرف الذال حذاء جذور نافذه وايضا هناك بعض الكلمات التي يوجد في اخرها حرف الذال تلميذ قنفذ أستاذ أحسنتم والآن أحبة الأطفال سوف نتعرف على حروف المد الطويل وهي الألف والواو والياء آ أو إي وسوف نرى كيف تأتي مع حرف الصاد يأتي حرف الذال مع حرف المد الألف ويلفظ ذا ذا ذ آ ذا وأيضا يأتي حرف الذال مع حرف المد الواو ويلفظ ذو ذو ذ ذو، ذو،, ذو ذو وأيضا يأتي حرف الذال مع حرف المد الياء ويلفظ ذي ذي ذ إي في مع السلامة